أعود لسيد باولوسكي، سألتك منذ قليل عن عواقب هذه أو هذا القرار من وجهة نظرك، ما هي العواقب المترتبة على إقرار هذا القانون في التعامل مع طالبي اللجوء وما إلى ذلك؟ في وجه عام أن التعامل مع موجات الهجرة حالة من الحالات العسيرة قانونا، لأن كثير من سياسات الهجرة مختلفة تماما من دولة إلى دولة. فعلى سبيل المثال، المشكلة لبعض للشعب البريطاني عندما يتعلق الأمر بالمهاجرين غير الشرعيين، لابد أن يأخذهم إلى بعض المعسكرات وينتظرون حتى إجراء بعض الخطوات القانونية، فبالتالي يدفعون الكثير من الأموال حيال ذلك. وإن كان هناك لجوء أو مهاجرين يتوجهون إلى بعض الدول الأوروبية للحصول على حياة أفضل وليس لديهم أي مهارات كافية، تكون هذه تكلفة إضافية. عندما يكون هناك زيادة في عدد المهاجرين فالتكلفة أيضا تزداد، وبالتالي كان هناك قرار باتخاذ هذا القانون الجدلي. ولكن على جانب آخر، إن كان السياسيين في مجال الهجرة أكثر قسوة، فبالتالي تكون هناك القواعد المنظمة لحقوق الإنسان والتي تتعارض في بعض الأحيان مع ذلك القانون. وحتى إن الهجرة القانونية والشرعية لابد أن تواجه إجراءات أيسر فيما يتعلق بالمجال السياسي مقارنة بموجات الهجرة غير الشرعية. لابد أن تكون هناك إجراءات أيسر للمواطنين الذين يسعون إلى الحصول على حياة أفضل ولديهم الكثير من الطموحات والآمال لتعزيز الاقتصاد للدولة المستقبلة. وأيضا هذا كان فكرة من الجانب الدولة الألمانية لبناء معسكرات تدريب للمهاجرين على أراضيهم، وحيث يمكن تطوير بعض المهن الحرفية لتقديم الخدمات إلى أوروبا مثل البنائين والعاملين في كثير من القطاعات الخدمية لتعزيز مهاراتهم في بلادهم، وبعد ذلك يمكن أن يكون لهم تواجد وإقامة قانونية في أوروبا. ولابد من الاعتماد بشكل كبير على قواعد البيانات بشأن المهن التي تحتاجها القارة الأوروبية في الدول المصدرة للمهاجرين والمتلقية أيضا للمهاجرين، مع تبادل هذه المعلومات بشأن المهن المطلوبة.